أخبار اليوم. برحب بالدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. كنا حابين النهاردة نعرف اللقاء اللي دار بين الاتحاد الغرف وبعض السادة النواب فيما يتعلق بقانون الخدمة المحلية أو قانون المحلية بمعنى عام. إيه اللي تم فيه؟ هو لا، ما كانش يتعلق بالقانون قد ما احنا كنا بنتحاور في المعوقات، الموقف الحالي والموقف المأمول بالنسبة للحكم المحلي. احنا في رأينا الحكم المحلي هي أهم آلية للتنمية، فكنا في هناك عدد من الدراسات اللي قام بيها اتحاد العام للغرف التجارية، هناك بعض المعوقات اللي بتأثر على مناخ الاستثمار في مصر. ولما بنتكلم عن مناخ الاستثمار مش بتكلم عن المستثمر الكبير، انا بتكلم عن المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، بتكلم على التجاره العشوائيه اللي احنا بنحاول ندخلها في المنظومه الرسميه. ويمكن احد المعوقات الاساسيه امامها هي المحليات، وقانون الحكم المحلي يمكن هو احد الاليات تحديثه، ليس فقط من ناحية التشريعية ولكن ناحية التشريعية والإجرائية، هو أحد الآليات الهامة جدا للحوكمة، للشفافية، للتنمية المجتمعية، لمشاركة المجتمع، بداية قاعدة الديمقراطية في مصر، بداية قاعدة مشاركة المجتمع في إدارة شؤون الدولة تبدأ من الحكم المحلي، تبدأ على مستوى القرية، على مستوى المدينة، على مستوى المحافظة. لابد من اللامركزية إلى أقصى درجة، لابد من رفع مستوى الكوادر في التنمية المحلية. ما تقباش زي ما كان بيتقال زمان إن ده الجراج اللي الناس بتروح فيه عشان تطلع معاش منه، فلابد إن نبص بمنظور مختلف للتنمية المحلية، للحكم المحلي، للآليات المحليات. وده يمكن هدف هذا اللقاء. تم عرض بعض الدراسات التي قام بها الاتحاد العام للغرف التجارية على مجموعة من نواب الشعب البرلمانيين أعضاء لجنة الحكم المحلي، وتم مناقشات مستفيضة في هذا المجال. تم عرض ما تم من بعض النجاحات في إصلاح هذه المنظومة. احنا يمكن ده في إطار توجه الاتحاد خلال السنوات الماضية لثورة تشريعية وثورة إجرائية لتطوير ليس فقط مناخ الأعمال ولكن المناخ العام من أجل المواطن المصري. حضرتك انت كنت من احد الناس المشكلين في اللجان الرئيسيه في منتدى الاستثمار المصري السعودي اللي تم بالامس. كنا حابين نعرف اهم الاتفاقيات، ناخد راي حضرتك فيها من ضمن 17 اتفاقيه تم توقيعهم، كنا عايزين تعقيب من حضرتك عليهم، او اهم ما يتعلق بالاتفاقيات الاقتصاديه. لا، يمكن انا هفصل بين حاجتين. المنتدى كان الهدف منه هو عرض فرص الاستثمار في مصر في قطاعات الجانب السعودي له اهتمام بها وله أولوية فيها، والجانب المصري يرى أن هناك ميزة تنافسية لعرض هذه القطاعات. فاحنا عرضنا في جلسات متتالية القطاعات الأساسية سواء الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية، عرضنا الطاقة الجديدة المتجددة، عرضنا الاستثمار في مجال التجارة الداخلية والمراكز اللوجستية، عرضنا مجال التعاون في مجال الصناعة بقطاعاتها المختلفة. الاتفاقيات اللي حضرتك بتشير إليها، احنا يمكن الأسبوع السابق كنا موجودين في المملكة وتم لقاء بعدد كبير من الأخوة السعوديين المتواجدين معنا الآن، ودول كان لهم بعض المشروعات اللي قاموا بدراسات لها. تم الربط بينهم وبين الجهات التنفيذية في مصر للتعجيل بإنهاء هذه المشروعات. تم إنهاء كافة الإجراءات بالنسبة لها، ودي الاتفاقيات اللي تم توقيعها. ولكن الأهم مما تم توقيعه، احنا بنبص للمستقبل، بنبص ل 350 مستثمر سعودي كانوا موجودين معانا خلال الأيام الماضية، بنبص لمشروعات متعددة للجانب السعودي في قطاعات مختلفة سواء منفردين أو بشراكة مع شركائهم المصريين اللي تم دعوتهم للمنتدى يوم السبت، وتم عمل لقاءات ثنائية متعددة بين الجانبين للدخول في مشاريع. اللي احنا بنتكلم عليه ما تم توقيعه من الاتفاقيات كان هو عدد محدود من الاتفاقيات التي تم الانتهاء منها، انما دي نقطه في بحر التعاون الثنائي اللي يمكن زياره جلاله الملك خادم الحرمين الى مصر فتحت هذا الباب من اوسع مصراعيه. تعقيب على الجسر البري بين مصر والسعوديه من راي حضرتك هيشكل ايه بالنسبه للتجاره؟ حركة الجسر ده يمكن احنا بنبص له منظور مختلف تماما. انا ببص له اساسا ان هو كرمز. احنا بقالنا 50 سنة بالنادي بالتكامل الاقتصادي. التكامل الاقتصادي معناها زي ما حصل في الاتحاد الاوروبي هي الحريات الاربعة: حرية انتقال السلع، رؤوس الاموال، الخدمات والافراد. وهذا الجسر الذي سيربط الخليج العربي بالمحيط، سيربط الوطن العربي بجناحيه، هو رسالة هامة في إطار هذا التكامل.
هو نقل للسلع للخدمات لرؤوس الأموال للأفراد بين شطري الوطن العربي وليس فقط بين مصر والمملكة العربية السعودية. هو سيربط المراكز اللوجستية على الخليج العربي بالمراكز اللوجستية في محور قناة السويس، بما سيخلق تنمية مستدامة تخدم الوطن العربي بالكامل وليس المملكة وجمهورية مصر العربية. هل ترى التنفيذ فيه قريبا؟ أرى أن التنفيذ بدأ أمس، يعني يمكن زي ما قلنا سيادة الرئيس ربنا يدي الصحة للأجهزة التنفيذية أنها تقدر أنها تجاريه في سرعة ليس فقط اتخاذ القرار ولكن التنفيذ. حاجة أخيرا، لغط اللي دار حول ترسيم الحدود بينه وبين السعودية والحديث عن جزيرة تيران وجزيرة أخرى، إيه تعقيب حضرتك عليه؟ أولا هذا موضوع مثار وجاري التفاوض فيه منذ سنوات عديدة، انتهى التفاوض فيه وانتهى التحكيم فيه. ده يذكرني بما تم في موضوع طابة، كان بيننا وبين إسرائيل خلاف على الحدود، مشينا بالأسلوب المتحضر الحديث العالمي وقبلنا التحكيم، ونتيجة التحكيم كانت لصالح مصر وحصلنا على طابة. نفس القصة بالنسبة للجزر، وهذا الموضوع انتهى منذ فترة على حسب معلوماتي منذ فترة قريبة، ولكن لن يتم تنفيذه غير بعد العرض على البرلمان كإجراء دستوري. وبالتالي اللغط اللي بيصار ده كلام يعني لا يملك أحد في مصر أن يمنح، ولا يملك أحد في مصر أن يمنع ما هو ملزم عليا طبق القانون الدولي. فحقنا بنحصل عليه، حق الغير لن نقف في طريق حصول الغير عليه. شكرا جدا يا دكتور. شكرا لك يا فندم.